الذي وقعت. أهلا بكم من جديد من القصر الجمهوري. شاهدنا مراسم توقيع الاتفاق الإطاري الذي تم ما بين المكونات السياسية، جزء من الأحزاب السياسية والاتحادات المهنية والحركات المسلحة، وبين المكون العسكري. من القصر الجمهوري إلى استوديوهات قناة الشروق واستوديوهات صباح الوطن، أعود مجددا وأرحب بضيوفي داخل الاستوديو: الأستاذ إسماعيل وراق، القيادي بحزب الأمة القومي والأكاديمي والمحلل السياسي دكتور أحمد خليل. مرحبا بكم من جديد، وأعود لك أستاذ إسماعيل مباشرة لتعليقك على ما تم قبل قليل من توقيع الاتفاقية الإطارية التي تحدث فيها الكثيرون من المتحدثين عن أهداف وضمانات أخيرة التي تحدث عنها السيد القائد على القوات المسلحة. شكرا لك. أنا أفتكر التوقيع على الاتفاق الإطاري خطوة كبيرة جدا لانتشال البلاد من المشاكل الموجودة فيها حاليا، وأنا أفتكر التوقيع الإطاري يؤدي إلى مدنية الدولة، وده المطلب الرئيسي للثورة، إنه الدولة هياكل الدولة هي هياكل مدنية، خروج العسكر من السياسة، وده أكد عليه السيد الفريق البرهان والسيد الفريق الحميتي، الاثنين أكد عليهم كقادة عسكريين. دي نقطة أولى. النقطة الثانية نفتكر إنه لما تكون هياكل السلطة كلها مدنية، ونتكلم عن الإصلاح العسكري، ونتكلم عن العدالة الانتقالية، ونتكلم عن تكوين جيش مهني واحد، ونتكلم عن معالجة مشكلة الشرق، ونتكلم عن استكمال السلام، ونتكلم عن مراجعة وتقييم اتفاقية سلام جوبا. كل المسائل دي واضحة بالصب في مصلحة وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة. إذا ماذا تبقى؟ تبقى فقط أن يكون للسودانيين إرادة وعزيمة، وأن يكون هناك توحد من أجل تحقيق وإنجاز الانتقال، لأن هذه البلاد العظيمة بتشعباتها واختلافاتها الإثنية والفكرية لا يمكن أن تحكم إلا عبر الديمقراطية والتراضي والتوافق العريض. وأنا أفتكر أنه الاتفاق دي خطوة مهمة جدا وعظيمة، وأشكر كل الذين بذلوا مجهود كبير وجبار من أجل أن يكون هذا الاتفاق ممكن. الذين لديهم احتراط أو تحفظات أو رأي حول هذا الاتفاق، الفرصة ما زالت موجودة وهم معلومون، سواء كان تكلمنا عن بعض الحركات المقالة اتفاق سلام جوبا، أو حتى إخواننا في لجان المقاومة الثوار، عدد كبير جدا منهم عندهم أيضا. وافتكر أنه النقطة الجوهرية لجان المقاومة هي مسألة العدالة والقصاص لدماء الشهداء، وأنا افتكر الاتفاق اللي طارد أكد المسألة دي، أنه لا إفلات من العقوبة على الإطلاق، وما في عقوبة تزود بالتقادم، وأن أي شخص أجرم أو ارتكب جرم لابد أن يحاسب وفق القانون. إذا الناس وضعت مصلحة الوطن نصب أعينها، أنا أفتكر المشاكل حتزول. ما في مشاكل جوهرية الآن، لو لاحظت الآن ما في مشاكل جوهرية، هي مشاكل أو اختلافات، عفوا ما في اختلافات جوهرية، في اختلافات تقديرية في بعض المسائل. إذا الناس جلسوا بالحوار المباشر الشفاف الصادق، مؤكد أن الجميع سوف يصل إلى اتفاق، وبالتالي نكون خطونا ببلادنا خطوة عظيمة جدا نحو الانتخابات العامة، وده حلم كل سوداني. لو الانتخابات العامة هي تعطي كل شخص حقه، ويجد كل سوداني نفسه في هذا المشهد السياسي العظيم، وبالتالي أنا أفتكر أختم حديثي بأنه ما تم إنجازه اليوم هو خطوة كبيرة وخطوة لها ما بعدها. فقط المطلوب أن نسمع إلى بعضنا البعض، أن نكون صادقين وشفافين في طرحنا للقضايا، وأنا على ثقة أن السودانيين سوف يلتقوا في الملمات، وسوف يكون القول الفصل من أجل مصلحة البلاد، ومن أجل دماء الشهداء، ومن أجل أن يكون السودان عاليا محلقا، ومن أجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة الممثلة في الحرية والسلام والعدالة. دكتور أحمد، كيف ننظر إلى الاتفاقية والمراسم التي وقعت قبل قليل بين المكون العسكري والأجسام السياسية المختلفة والاتحادات المهنية وغيرها، خصوصا أن هناك الكثير من النقاط التي
عليها شبه إجماع ما بين المتحدثين الذين تحدثوا ابتداء من فولكر بيرتس إلى رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع وغيرهم من الذين تحدثوا عن أهداف وضمانات هذه الاتفاقية. شكرا جزيلا. لا أملك إلا أن أهنئ الشعب السوداني مرة أخرى بتوقيع فئاته المختلفة على هذا الاتفاق الإطاري الذي أعتقد أنه يمكن أن يأخذ بالبلاد إلى بر الأمان إذا ما يعني نظر الناس إليه نظرة موضوعية. بالنسبة لهذا الاتفاق أنا أنظر إليه من زاوية مختلفة قليلا. أولا يعني وهذه الزاوية تجعلني أحس إحساسا عميقا بشموخ السودانيين. يعني أفريقيا فيها كذا انقلاب، يعني دار ما بعد انقلابات وما بعد الثورة السودانية وما بعد 25 أكتوبر، ولكن المجتمع الدولي لم يتجه إليه الاتجاه الذي اتجه إلى السودان، وذلك للسببين اثنين. السبب الأول أنه شباب السودان قد رسخوا على مجتمع الودان العالمي الصمود والتحدي والبسالة عبر ثورة سلمية امتدت لثلاث أعوام لاستعادة الديمقراطية. لذا ما كان على المجتمع الدولي إلا أن ينحني احتراما لهؤلاء الشباب. ثانيا بالنسبة للمؤسسة العسكرية، تكاد تكون هذه هي المؤسسة العسكرية الوحيدة في أفريقيا التي تنحني لإرادة الشعب وهي ماسكة بزمام السلطة وتقدم هذه التنازلات. فرغم الذي حدث ولكننا نحييهم في نهاية المطاف، نحيي هذه المؤسسة العسكرية التي قامت بهذا الدور بفئاتها المختلفة. أنا كذلك أحييكم ضيوف داخل الاستوديو، الأستاذ إسماعيل وراق القيادي بحزب الأمة القومي، نورتنا كثير وشرفتنا كثر خيرك. شكرا لك وللمشاهدين، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمة السودانيين وأن نمضي بقوة نحو تحقيق قاياتنا من أجل مستقبل زاهر إن شاء الله. لك الشكر الجزيل المحلل السياسي والأكاديمي دكتور أحمد خليل، كتر خيرك، شرفتنا ونورتنا. يا أخي كتر خيركم، أنتم في الشروق ونسأل الله أن يعني يخطط يعني يسدد خطاكم وتذهبوا إلى الأمام وتحملوا راية الثورة التي ما زالت خفاقة إن شاء الله. كتر خيرك. دي كانت مساحتنا مع دكتور أحمد خليل الأكاديمي والمحلل السياسي والأستاذ إسماعيل وراق القيادي بحزب الأمة القومي. صباح الوطن مستمر من قناة الشروق الفضائية، عدد من المحطات المختلفة والمتنوعة. أهلا بكم. شعارنا حب وصداقة، نحن شعارنا حب وصداقة.
محبوس تداقى للناس الصفة تخلاقى. مرحبتين بلدنا حبابة، حبابة النيل حبابة الغابة.
مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة، ونواصل هذه التغطية في هذا اليوم الذي نشهد فيه هذا الاتفاق بين الجانب العسكري ومكون مدني لتكون مسيرة جديدة في الحياة السياسية السودانية. كيف يمكن أن تكون هذه المسيرة وكيف يمكن أن تلغي بظلالها على الواقع السياسي السوداني، تحليلا في مساحات مختلفة من خلال هذا اليوم، وقد ابتدرناه بشروق وطن. وتستمر هذه التغطية مع الأستاذ الرشيد السراج، محامي وهو من لجنة المحامين لصياغة الدستور. مرحبا بك. مرحبا بك يا أستاذة، ومرحبا بالزملاء داخل الاستوديو، ورحب بالسادة المشاهدين، وأحييهم تحية صمود وعزة وشموخ، وتحية عبرك لكل الشعب السوداني عبر قناة الشروق في إنجاز أهداف ثورته المجيدة بالتوقيع الاتفاق ما بين القوى المدنية الممثلة في المجلس المركز الحرية والتغيير والمجلس العسكري لوضع حد للانقلاب العسكري، ومن ثم بداية مرحلة جديدة، مرحلة ظل الشعب السوداني يتوق لها وينادي بها منذ أن خرج المستعمر من هذه البلاد. نتمنى أن يوفق الجميع في تنفيذ هذا الاتفاق الذي بدوره يقود لتأسيس دولة مدنية وتحول مدني ديمقراطي، ويكون فيه تداول سلمي للسلطة المدنية. مرحبا بك. كمان ارحب ايضا بالاستاذ احمد خليل، الصحفي، تحليلا من خلال هذه الفتره لما جاء في هذا الاتفاق. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا لمشاهدي قناه الشروق. مرحبا بك ثاني. نتحدث بدايه، وقد ذكرت في تقدم حديثك استاذ رشيد في انه هو تلبيه لاشواق الثوره السودانيه. هذا الاتفاق كيف يمكن ان يلبي اشواق الثوره السودانيه؟ طيب، هو سؤال ممتاز في تقديره، سؤال جيد. نحن كشعب سوداني ظلينا منذ أن خرج المستعمر ونالت هذه البلاد استغلالها في دوامة مستمرة في مطالب نحو تحقيق الدولة المدنية والتحول المدني الديمقراطي، وشهدت هذه البلاد منذ أن خرج المستعمر 3 ثورات الكل يعلمها. بالتالي نحن أصبحنا شعب معلم للشعوب معنى الحرية والسلام والديمقراطية. فكانت ثورة 64 المجيدة، وبعدها ماريلا الحبيبة اللي هي 85 التي أسقطت الدكتاتور نميري، ومن ثم ديسمبر التي نحن هسي نتنسم عبير نفحاتها. فظل هذا الشعب تواغ للحرية، إلا أن هنالك بعض القوى السياسية نحن لابد من أنه نعترف نحن كلنا كقوة سياسية مدنية، هنالك قوة سياسية مدنية تسعى بكل ما تملك لتحقيق الدولة المدنية والانتقال الديمقراطي، وقوة مدنية لا تريد ذلك. فظل هذا الصراع، وكانت هذه الدائرة الشريرة التي نتحدث عنها ثورة حكومة مدنية انقلاب عسكري. فلذلك كانت ثورة ديسمبر المجيدة هي متوية لتلك كل الثورات، ونتمنى من كل القوى السياسية أن تضع حد لتلك الانقلابات العسكرية، وتتوافق وتتواسق على أن تكون هنالك دولة مدنية مستدامة وتحول ديمقراطي وتداول سلطي، تداول سلمي للسلطة. فلذلك وفقا لكل المعطيات والتفاصيل وسقوط النظام، ومن ثم الوثيقة الدستورية، ومن ثم تشكيل الحكومة المدنية الأولى بناء على الاتفاق السياسي الذي تم بين المجلس العسكري آنذاك والحرية والتغيير، الذي توي ختاما بوثيقة ديسمبر 19، ومن ثم قام المجلس العسكري بالانقلاب على تلك الوثيقة وعلى تلك السلطة، وظل ممسكا بزمام الأمور منذ 25 أكتوبر، وظل الشعب السوداني في حالة حراك مستمر منددا بذلك الانقلاب، مطالبا بتحقيق ثورته المجيدة، إلى أن توصل وتوج ذلك المطالب والاتفاق بموجب هذا الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم ما بين القوى المدنية. صحيح. وهذه هي المسيرة التاريخية للثورة كما ذكرت، ولكن سؤالي كيف يمكن أن يلبي هذا الاتفاق أشواق الثورة؟ طيب، هو الاتفاق صراحة انبنى على الدستور الذي بادرت به لجنة نقابة المحامين التسييرية، علما بأن الثورة هي قام بها الشعب السوداني كامل بمختلف مكوناته، سياسية مدنية وغيرها من المنظمات بتاعت المجتمع المدني، وكل افراد الشعب كانوا شاركين. واللجنه المحامين ذات تم تشكيلها بناء على تلك الثوره بعد سقوط نظام الطاغيه البشير، وهم ايضا جزء من الشعب السوداني.
وفي ظل التجزي والاحتقان السياسي والأزمة السياسية الراهنة ومن منطلق الواجب الوطني للجنة نقابة المعامين قامت بطرح مبادرة هذا الدستور الذي يعني بموجبه تم توقيع هذا الاتفاق. والدستور نفسه يعني تم وفقا لإجراءات هي معروفة كانت لدى الشعب السوداني، بدأ بورشة أقامتها لجنة نقابة المحامين في الدار، دعت له كل القوى السياسية المدنية الممثلة للثورة زي منظمات المجتمع المدني والطرق الصفية، وطرحت عدة محاور للتشاور والتفاكر حولها، وأدلت تلك القوى المدنية في تلك المحاور بآرائها. وتم صياغة هذه المحاور عبر ورشة شكلتها لجنة نقابة المحامين في شكل توصيات تم إفراغها في دستور انتقالي اللي هو بموجبه نحن هسي تم توقيع هذا الاتفاق. وفي تقديري الاتفاق هو أو الدستور الانتقالي الذي تمخض به هذا الاتفاق كان بنادي أو أخذ كل القضايا أو كل المسائل التي كان ينادي بها الشعب السوداني في تحقيق دولته المدنية وتشكيل سلطة مدنية كاملة، خروج العسكر من المشهد السياسي، أي بمعنى أنه رجوع العسكر لسكناتهم وممارسة دورهم الطبيعي وفقا لقانون قوات الشعب المسلحة، مع انصياعنا التام للسلطة السلطة المدنية إضافة لتفكيك التمكين، زائد إصلاح الأجهزة الأمنية والعدلية، ومن ثم تشكيل هياكل الحكم المدني اللي هي من مجلس وزراء مدني كامل، زائد مجلس سيادي مدني كامل، زائد مجلس أمن ودفاع برئاسة رئيس الوزراء، إضافة لمجلس تشريعي. فتقديري باختصار شديد جدا هي تلك المطالب التي ظل ينادي بها الشعب السوداني زي ما ذكرت في بداية حديثي، والذي ظل ينادي بها وقدم من أجلها القالي والنفيس، وإن هذه المطالب كان تمنى دم وعرق من أبناء الشعب السوداني. سنعود للحديث يعني أيضا عن الدستور، عن لجنة المحامين، عن شرعية هذه الوثيقة وغيرها من الأسئلة المطروحة في الوسائط الإعلامية المختلفة. ولكن أستاذ أحمد، في حديثنا عن هذا الاتفاق قد يقول البعض أنه لم يكن يوما يعني الاتفاق هو مشكلة السودانيين، دائما يكون المشكلة في إنفاذ هذه الاتفاقيات، فكيف ترى هذا الاتفاق اليوم وإمكانية إنفاذه؟ طبعا هو يعني السودانيين عادة يعني لديهم في ذاكرتهم الإخلال بالمواثيق أو بالاتفاقات، ولكن خلينا نتقدم قليلا يعني هذه المرة وننظر إلى الأشياء بصورتها الحقيقية. ما حدث هو جرأة سياسية من قبل قوى الحرية والتغيير، عمل سياسي فتح آفاق جديدة. قوى الحرية والتغيير لما قامت بهذا العمل ودخلت مفاوضات مع العسكريين، كانت تعلم أن هذا الموجودين الآن على قيادة الجيش أو الدعم السريع هم ذاتهم الذين انقلبوا على الوثيقة الدستورية الأولى التي شهد العالم عليها و ضامنها الشعب العالم كله. فكان هنالك سؤال مفصلي، هل سيلتزم العساكر نفس الالتزام بأنه يا أخي هذا الاتفاق يصنون هذا الاتفاق؟ طبعا تحليلا لواقع الكلية العسكرية أو الحربية، هنالك طموح عند ضباط الجيش السوداني تركيبتهم بأنهم هم يعني طواقين للحكم، فبالتالي يعني يحدث الانقلابات. ليش؟ لأنه حتى هم نظرة للمدنيين هي نظرة يعني ما بنقول دنيا، ولكن فيها نوع من عدم المساواة، فبالتالي من يمتلك السلاح يعني بينظر نفسه بأنه هو قوي ويقدر أن يفرض إرادته. ولكن هذه النظرية تكسرت منذ انقلاب 25 أكتوبر. رأينا الشارع كان حي وكان مقاوم لهذا الفعل، بالإضافة إلى أنه يعني تزامن معه عمل سياسي كبير، فبالتالي هذا عمل سياسي قد يخطئ أو يصيب. الاتفاق أو الاتفاق بين السودانيين الآن يحتاج إلى إرادة. السودانيين الآن لازم يتفقوا على أنهم يكون عندهم دولة اسمها السودان، لأنه يعني بالضبط إحنا محتاجين لدولة لتحديث هذه الدولة.
فبالتالي أصبح الحديث هو مجرد حديث في كل الأشياء، مجرد حديث دون أن يكون هنالك نظرية لبناء هذا السودان، فعل حقيقي على أرض الواقع لبناء هذا السودان، لانتشال السودان. الآن صحيح الواقع الاقتصادي يعني بيعكس، يعني انعكس على حياة المواطنين بشكل مؤثر جدا، وفي ذلك واقع سياسي فيه نوع من الاختناقات، بالتالي يعني كان يحتاج إلى تحريك. قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي التقطت هذا القفاص وبدت في هذه العملية السياسية التي وجدت هجوم من كل الناس يعني، وتنمر ما يسمى كل الناس، ولكن الناس تناسوا بأن الأحزاب السياسية القوى السياسية عليها أن تفتش حلول لحل إشكاليات وما يسمى. بالتالي موضوع الاتفاق والمحافظة عليه يحتاج إلى إرادة، صحيح، ويحتاج يعني أيضا إلى طريق مفتوح لتوافق كامل لقوى الثورة كما ذكرت. ويمكن هنا يأتي السؤال في حديثك عن المعارضين لهذا الاتفاق، يعني حزب البعث أو غيره من الأحزاب، الحزب الشيوعي أو غيرها، كيف ترى يعني ما مقاصدهم أو حديثهم الذي يعارضون به هذا الاتفاق؟ طبعا الشيوعي والبعث هم معارضتهم في أنه ياخذ جلوس مع العساكر، يروا بأنه لابد أن يغادر المشهد غير الدعم السريع وغير الجيش، لابد أن يغادرون المشهد الآن، المشهد السياسي بطريقة يعني غير واضحة. فبالتالي يعني من يملك السلاح ومن يملك هذه القوات الكبيرة وهذه القدرات لا تستطيع أن تجبر على مغادرة هذا الواقع، حتى إذا هو غادر فبالتالي أنت ستتفق مع آخرين من نفس القوة العسكرية، فبالتالي هذه الأشياء تحتاج إلى نوع من الكياسة. وبالتالي القوى السياسية عليها أن تعمل في اتجاه، رأينا الحزب الشيوعي منذ 25 أكتوبر كان هجوم على قوى الحرية والتغيير، لم يكن هجوم على المجلس العسكري أو الانقلاب، ولكن كان الهجوم على قوى الحرية والتغيير، حتى بعد كوادره بيتحدثوا بأنه نحن حنسقط حكومة التسوية، ولكن بالتحديد لم يعمل عمل كبير لإسقاط حكومة الانقلاب. حتى البعث بالتالي كان لديه القدرة في أنه يسقط الانقلاب، كان عليه أن يسقط هذا الانقلاب. بالتالي نتمنى في الفترة القادمة على الأحزاب السياسية الرافضة أن تدير حوار بشكل لائق، يعني مسألة التخوين، يعني أنت اليوم من الأيام كنت جزء من هذه المشهد الكبير، عليك أن لا تخون رفاق الأمس، عليك أن تعمل بشكل يعني يكون في معارضة راشدة. طبعا حديثنا هذا قد لا يقبله الكثير، ولكن البلاد تحتاج إلى اختراق سياسي واضح. هو قد لا يقبله الكثير، ولكن حديث يعني دائما نتحدث عن الخط الواصل بين الجميع وترك الباب مفتوحا. هل ترى هذا الاتفاق أبوابه مفتوحة لقبول الآخر في دخولهم إلى هذا الاتفاق؟ الآن نتحدث عن اتفاق إطاري، هل في المستقبل رؤية قريبة يعني يكون هنالك أمل لتشمل قوى الثورة؟ الباب أصلا هو هذا الاتفاق، هو اتفاق لقوى الثورة. فحتى الذين لم يوقعوا الآن عليهم يعني الباب فاتح، أربعة ضلف، يعني ما ضلفة واحدة أو ضلفتين موجود يعني في الإطار السياسي، إنه يا أخي أو في الرؤية السياسية إنه يا أخي هذا الباب يشمل بهم وعندهم حق، يعني كان البعث، كان الحزب الشيوعي، حتى لجان المقاومة والقوى الثورية الموجودة على الأرض. بالتالي المرحلة الثانية الآن يعني حتى أمس، قبل أن ننتقل للمرحلة الأخرى نحتاج أيضا رأي أستاذ الرشيد، فإنه نتحدث عن أبواب مفتوحة يمكن هي يشملها الجانب القانوني أكثر في استيعاب الآخر من خلال هذا الاتفاق، كيف يمكن أن يكون هذا من خلال الوثيقة؟ وفي الحقيقة ما طرحه أستاذ أحمد وما طرحته من سؤال هو كان كلام ممتاز وكلام جيد في تقديري عن العمل مما بدأ منذ الدستور الذي طرحته نقابة المحامين. هو لم يغلق الباب على الإطلاق، بل هو لما تم صناعة هذا الدستور وصياغته وتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي ظل وتم تقديمه هو كمشروع
لكل الشعب السوداني ممثل في كل قواه المدنية وتنظيماته السياسية وغيرها من المنظمات الفاعلة في المجتمع السوداني وحتى الشعب السوداني أن يدلي بدلوه في هذا الدستور. هو تم تقديمه مجرد مشروع للأخذ والعطاء فيه والرد، إذا كان هنالك فيه قصور فليقولون ذلك القصور وليتقدموا بما هو يضيف ويكمل الناقص في هذا الدستور. فلذلك الاتفاق الذي تم وعلى حسب ما سمعنا ومتابعين قبل شوية هو لم يكن اتفاق نهائي مقفول على القوة التي تمت التوقيع عليه ممثلة في الأجسام التي كانت موجودة في لحظة التوقيع، بل ما زال الباب مفتوح لكل القوى السياسية إن كان لديهم أي رأي فيما تم طرحه سواء كان على مستوى الدستور الانتقالي وسواء ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الإطاري لم يكن ملبي لكل الحاجات التي يطالب بها الشعب السوداني، فليأتوا بما لديهم ليكملوا ذلك الناقص. فمن هنا التحدي الأكبر بيكمن في إنه نحن كيف كسودانيين نقبل بعض، نحترم بعض، نتعامل مع بعض. فلذلك إذا كان أي تنظيم سياسي أو منظمة مجتمع مدني أو أي شخص من الشعب السوداني لديه رأي فيما تم طرحه وتوافق عليه من ناحية موضوعية مرحبا به، فما زال الباب مفتوح زي ما ذكر الأستاذ أحمد خليل، والكل ممكن يدلي بدلوه في ذلك المشروع حتى نقدر نصل بكل سهولة لتحقيق دولتنا المدنية التي نحلم بها، ومن ثم نصل لتحول مدني ديمقراطي منشود. صحيح، والوثيقة سنعود للحديث عنها وعن الدستور وما يدور حول هذه الوثيقة، ولكن أستاذ أحمد كنت قد ذكرت من خلال هذه الأبواب المفتوحة من خلال هذا التوافق وتحدثت عن الواقع السوداني، ويمكن هو فعلا الشعب السوداني يتوق لاتفاق قد يصلح الحال، ولكن يكون اتفاق أيضا مرضي للشعب السوداني في جانب الاقتصادي، أيضا هي جوانب مختلفة يعني هو يؤثر عليها هذا الاتفاق ويتوق إليها الشعب السوداني. كان ابتدرت حديثك بالحديث عن الواقع الاقتصادي، ما يمكن أن يفتحه في زاوية الواقع الاقتصادي هذا الاتفاق؟ طيب، الاتفاق هو طبعا أصلا يعني كان هنالك اتفاق مع المجتمع الدولي قبل انقلاب 25 أكتوبر لتنفيذ برنامج اقتصادي محدد. توقف هذا البرنامج بسبب الانقلاب والضغط على العسكريين للرجوع إلى المرحلة الانتقالية. المجتمع الدولي كان عليه هو التزام أخلاقي بأن يدعم السودان لتجاوز المرحلة هذه المرحلة الانتقالية، وهنالك مشاكل اقتصادية كبيرة جدا خاصة في مجال القطاع الطاقة والبنية التحتية، فبالتالي كان في اتفاق مع المجتمع الدولي في كل القطاعات، المشاكل الاقتصادية كبيرة. نعم، ولكن بشكل أكبر خاص والمجال الإنتاجي وتحويل الاقتصاد السوداني من اقتصاد هو يعني يصدر خام إلى اقتصاد يضيف قيمة مضافة إلى الخام الموجود أصلا في السودان. طيب، كان هنالك أموال يفترض أن تنزل ليه؟ لأنه لما جينا له لقراءة للميزان التجاري يعني السودان يحتاج إلى 7 مليار دولار. هذه 7 مليار دولار يعني أصلا الفرق ما بين الاستيراد من أين أتى هذا الرقم 7 مليون دولار؟ الميزان التجاري الفارق ما بين التصدير والاستيراد، هي رؤية اقتصادية موجودة يعني. لا، ما رقم موجود، ده تقرير اقتصادي في السودان. يعني إحنا مثلا عندك عجز في ميزانك التجاري هو 3 مليار دولار إلى الآن، هو كان 7 مليار دولار نتيجة لي أصلا ما في استيراد، إنتاج. ما في تصدير، ما في إنتاج، وصل إلى هذه المرحلة. فبالتالي أنت بتتحرك في اقتصاد لا يتجاوز 10 مليار دولار سنويا. أنت محتاج أنك ترفع صادراتك إلى الخارج عشان تقلل يعني ضعف الميزان التجاري. فبالتالي أنت بتحتاج تشتغل على إضافة قيمة مضافة في رؤية اقتصادية، على أنك تشتغل على 4 قطاعات: قطاع الحبوب الزيتية، قطاع المعادن، قطاع الصمغ العربي والثروة الحيوانية، بإضافة قيمة مضافة إلى بدل تصدير خام، وتقلل من استيراد كثير من السلع اللي هي ممكن نقول عليها كمالية. طيب، نحن هذا جانب، ولكن الجانب الأهم
انت عشان تنشبك مع الاقتصاد العالمي كنت محتاج الى قرارات، هذه القرارات نفذت لكن تم معاقبتها. لما ترفع يسترجع الاعفاء بتاع الديون، يرجع نفس التزامات نادي باريس واصدقائه، وعندك علاقه مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تنفيذ برامج محدده انت نفذتها. السودان نفذ البرامج اللي عليه، وخاصه فيما يتعلق برفع الدعم عن المحروقات على النقيق والى اخره. هنالك حوافز يفترض كان ان تدفع للسودان نتيجه لاتخاذه لهذا القرار. واحد، الاهم في التزامات قبل التوقيع على الاتفاق بان هنالك 3 مليار من السعوديه عباره عن مشروعات تدخل في السودان، لأن السعودية عندها استثمارات خارجية خاصة فيما يتعلق بالحبوب. العالم الآن يعني في نظرة هي ما موجودة عند الناس كلها، لكن العالم الآن بعد الحرب الروسية الأوكرانية بيفكر في أنه إنتاج القمح يعني هو متركز في المنطقة دي أنه يتوسع. السودان خاصة العام قبل الماضي في زمن حمدوك انه العالم السوداني استطاع، العلماء السودانيين استطاعوا ان يصنعوا او يعملوا تقاوي للقمح، هي شنو مقاومه للحراره، وكان انتاجيتها فوق ال يعني 36 38 للفدان جوال اللي هي 3.5 طن، وده انتاج كبير جدا حتى على مستوى العالم، يعني انتاج مفخر. صحيح، والحديث عن التفاصيل فيما يخص يعني الاقتصاد هي كبيره، ولكن يعني هي بس حديث في رؤيه في انه يمكن ان يفتح السودان على العالم من جديد. في جانب اخر في انه هذا الحديث عن الاقتصاد يمكن ان يدور في زوايا مختلفه، في انه المناخ للاستثمار، والان يعني نتحدث من 4 سنوات والسودان غير قابل لأن يكون هو مناخ للاستثمار وغيرها، يعني هذا الجانب الذي نود الحديث عنه. طيب، تهيئة المناخ للاستثمار هي بتحتاج إلى قوانين. قوانين يسيل لعاب المستثمر. واحد، توفير الأمن والسلام، بالإضافة إلى أنك تحفظ أمواله في استرداد أمواله. لأنه أصلا هنالك حرب استثمارية في العالم بين الدول. كل ما أنت يعني عندك قانون استثمار وفي استقرار، الاستقرار السياسي مهم جدا. المستثمر يضمن بأنه يا أخي هو حيجي في بلد آمنة ويستثمر ويستطيع أن يوفر أو يعيد عائد الاستثمار، طبعا هو داير يربح. بالتالي إحنا محتاجين حتى السودان نعمل، يعني الحكومة تعمل عمل كبير في توعية المواطنين. أول حاجة فيما يتعلق بالأرض، في إصلاح قوانين الاقتصاد وقوانين الاستثمار سأعود الحديث، ولكن يعني في هذا الجانب وما يحوي الاتفاق وهذه الوثيقة فيما يخص هذه القوانين التي يمكن أن تمس الاقتصاد السوداني. أستاذ الرشيد، هو صراحة الملف الاقتصادي ملف مهم جدا ومحتاج زي ما ذكر الأستاذ أحمد خليل لقوانين تؤمن ذلك الاستثمار، قوانين تكون جاذبة ومشجعة لرأس المال الأجنبي، عشان ما المستثمر الأجنبي لما يجي ويخش عشان ما يستثمر في هذه البلاد يضمن إنه يا أخي ما تواجهه أي إشكاليات سواء كانت أمنية، والأمنية دي طبعا مربوطة بالاستقرار السياسي، قانونية، يضمن إنه يا أخي أمواله دي هي يعني ممكن يستثمر بسلاسة، ما يكون في تقول من أي جهة لضياع هذه الأموال، ويقدر يحقق أرباح يستفيد منها هو ابتداء ونستفيد منها نحن. يعني تعلمين تماما إنه يعني أرض السودان ما زالت بكر. صحيح، وهذا ما ذكره أستاذ محمد خليل، لأنه نحتاج قوانين وغيرها، تحويه الوثيقة، ما تحتويه الوثيقة قانونيا في حديث يمكن أن يلامس الاقتصاد والاستثمار بشكل خاص. طيب، الوثيقة الدستورية أو الدستور الانتقالي الذي طرحته نقابة المحامين ممثلة في اللجنة التسييرية ترك المسألة بتاعة الاقتصاد متروكة للمؤتمر الاقتصادي اللي هو ده معني به القوى السياسية بعد توقيع الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة المدنية بناء على ما جاء في هذا الدستور. عليها أن تقوم بعقد مؤتمر، وتقريبا ورد تكوين مفوضية ذاتها للمؤتمر الاقتصادي زيها وزي المفوضيات الثانية، مفوضية الدستور، مفوضية السلام، مفوضية الإصلاح الأمن، الأجهزة الأمنية وغيرها من هياكل الحكم المدني. فلذلك القوى السياسية بعد توقيع الاتفاق وتشكيل الحكم المدني بناء على ما جاء في هذا الدستور عليها أن تبادر ابتداء بعقد مؤتمر دستوري يحدد ملامح
الملامح الاقتصادية لإدارة الفترة الانتقالية، ومن ثم تبتدر طرح مشروعات قانونية مشجعة لهذه الاستثمارات لاستغلال الموارد التي ما زالت زي ما هو بكر، يعني موارد سواء كان زراعية، ثروة حيوانية، موارد معدنية وغيرها، موارد عديدة تحتاج للإدارة، تساهم في انتعاش الاقتصاد وتحقيق اقتصاد قوي ممكن يساعد في استقرار السودان، ومن ثم تحقيق التنمية التي تجعل السودان هو في مقدمة الدول على مستوى العالم. صحيح، وملف الاقتصاد كما ذكرت هو مرجو للمؤتمر. هذه الحديثة المختلفة عن الحياة السياسية وهذه البادرة التي يمكن أن تكون في مسيرة جديدة للحياة السياسية، نتحدث دائما عن الموازنات ما بين القوى السياسية والنقابية وغيرها. أستاذ أحمد خليل، إلى أي مدى هذا الاتفاق يمكن أن يفتح الأبواب للقوى النقابية؟ وطبعا هو يعني ميزة هذا الاتفاق، يعني أولا طلع من نقابة لجنة تسييرية لنقابة المحامين، أي واحدة من أعمال النقابة. قوى الحرية والتغيير، واحدة من الأشياء التي افترض أن تستفيد منها في المرحلة القادمة هي تأسيس النقابات، لأنه في الفترة الأولى لم يتم تأسيس النقابات. هذا الوضع كان وضع مخل جدا، وبالتالي لما يكون أنت مؤسس نقابات بشكل ديمقراطي بشكل حرية، هو بيساهم مساهمة فعالة في حماية الثورة، حماية مكتسبات الثورة. أي بمعنى أنت حققتها، قدرت عملت نقابات في ظل أي يعني ردة، تستطيع هذه النقابات أن تعيد الوضع إلى ما هو عليه من خلال الإضراب والعصيان المدني وشل هذا. بالتالي النقابيين، نحن عندنا تجربة انتخابات نقابة الصحفيين، في فعل كبير جدا، يعني عمل في وقت كان في انقلاب، ولكن كان في إرادة من الصحفيين بأنه يعملوا نقابة. نتمنى أنه الفترة القادمة يعني الفئات النقابية الأخرى تستفيد من أجواء الحريات. طبعا هو هذه الأجواء نحن نتوقع أنه يكون في أجواء حريات، أنه الكل يقدر يمارس عمله بشكل فيه نوع من الحرية الكبيرة. بالتالي توفرت هذه الحرية، معناته مفترض تتوفر الإرادة، يكون في النقابات تعمل وتهيئ نفسها لاتجاه الانتخابات ولإجازة حتى قانون النقابات. خلينا لا نتحدث عن انه نتخوف من موضوع النتائج، كويس انه يمكن ان ياتي الفلول او ما ياتي الفلول، ولكن هذه الفتره هي فتره انك تمارس فيها يعني النشاط الديمقراطي بشكل كبير، في نوع من الشفافيه، كويس. فالنقابات او المهنيين عموما يعني ينتخبوا من يرى هو مناسب لقياده نقابات. فالمرحله القادمه نتمنى انه يعني ما يهمل ملف النقابات، يكون من الملفات يعني الكبيره التي يكون فيها عمل كبير. المفترض تكون يعني شغل الشاغل بالنسبه للقوى السياسيه في انه يا اخي كيف تبني نقابات ديمقراطيه وقانون للنقابات. لابد ان يكون حساس تجاه قضايا العمال، قضايا المهنيين، يعبر عنهم تعبير بشكل جيد، يعني ما يعبر عن الحكومه، ما يعبر، لكن خليه يعبر عن مصالح الأغلبية من الفئات العمالية، إن كان عمال إن كان مهنيين، المهم يكون معبر لصالح العمال. وهذا المفروض ما يتيحه مناخ الحريات. شكرا جزيلا للأستاذ الصحفي أحمد خليل، وسنعود للحديث عن شرعية النقابات وعن شرعية هذه الوثيقة وما حملته من بنود مختلفة بعد الفاصل. الجدود نفديك بيت الأرواح تجود.
تحية لكم مشاهدينا ولهذا الوطن رمز العشق ولون الانتماء. وتستمر معكم هذه التغطية الخاصة عن الاتفاق الإطاري الذي وقع اليوم تحليلا من زوايا مختلفة. نرحب من جديد بالأستاذ الرشيد السراج من لجنة المحامين لصياغة الدستور، وقد انضم إلينا داخل الأستوديو الأستاذ الجميل الفاضل الصحفي تحليلا لمجريات اليوم وما دار من خلال هذا الاتفاق. مرحبا بك أستاذ الجميل، وكيف تقرأ هذا الاتفاق من زاويتك؟ أولا أنا في تقديري أن هذا الحدث هو ليس حدثا عابرا تعدو به الريح، هو حدث بالقطع سيكون له ما بعده، هو عتبة أولى في طريقة تأسيس لفترة الانتقال. معلوم أن الحراك الثوري في السودان اتخذ طابع الزحف والتقدم وتحرير واكتساب مساحات من مرحلة إلى أخرى. في تقديري أنه من 11 أبريل وإلى اليوم التجربة السودانية مرت بكثير من المراحل، حتى الخطوة أو المقامرة أو المجازفة بالانقلاب في 25 أكتوبر هي أيضا ربما أنا أنظر إليها باعتبار أنها ضارة أتت بمنافع. يعني ما كان بالإمكان الوصول إلى صيغة اتفاق بهذه الكيفية يتقبل فيه العسكريون الخروج بالكامل من دهاليز السلطة والاكتفاء بوجودهم في مجلس للأمن والدفاع لولا هذه المقامرة التي ارتكبت في 25 أكتوبر، والتجربة العملية التي قدمها شباب الثورة السودانية ممثل في لجان المقاومة، وهذا الحراك القوي الذي سقط فيه أكثر من 121 شهيد في غضون فترة لا تزيد عن العام بكثير. أنا أعتقد أن الشعب السوداني بيقدم في دروس لكافة الشعوب الأخرى. يعني عندما نرى الآن الحراك الثوري في إيران، ونعلم بأن هذا الحراك الآن تحرك لجان تسمى لجان الأحياء على قرار لجان المقاومة، أنا أعتبر أن التجربة السودانية تجربة يقتبس منها الآن في كثير من الدول الأخرى والشعوب الأخرى. الشعب السوداني
شعب رائد في صناعة الثورات الشعبية، يعني في اكتوبر 64 وفي ابريل 85 وفي 19 ديسمبر 2018. والشعوب كالسيول لا تبدل مجاريها ولا تغير عاداتها ولا تتنازل عن نهج حياتها، وبالتالي أنا أعتقد أن الرصيد التراكمي البنى هذه الحالة هو الذي خلق اليوم ما أسميناه بالاتفاق الإطاري. الاتفاق الإطاري لأول مرة نحن نتحدث، أنا أعتقد أنه حتى بمنطق القانون الأستاذ الرشيد، القانون يتحدث والقانونيين يتحدثون عن سوابق قضائية، أنا أتحدث عن سابقة سياسية. يعني هذا الاتفاق الإطاري الذي وقع عليه جنرالات الجيش وأقروا بأن الآن وفق هذا التوقيع الذي تم اليوم، وأن هذا الانقلاب ينبغي أن يكون آخر الانقلابات، ومن ارتضى أن يكون جزء من المؤسسة العسكرية يجب أن يكتفي بدوره في حراسة الحدود وفي صيانة الدستور وفي حماية النظام الديمقراطي. هذه الصيغة التي تضمنتها بنود هذا الإعلان أو الاتفاق الإطاري تقول بأن هذا الحدث ليس حدث عادي. غالب الناس يتحدثون عن أننا يجب أن نستلف التجارب السابقة ونقبل صيغة المجالس العسكرية على قرار مجلس الفريق سوار الذهب وهكذا. الآن هناك سابقة أخرى تسجل أن قائد عام الجيش وقائد الدعم السريع يوقعون على اتفاق يلتزمون فيه بالخروج عن المسرح السياسي بالكلية، ويقرون بأن هذا الدور التدخل السياسي ليس دور للقوات النظامية. أنا أعتقد أنه هذا ملمح مهم جدا يجب أن يوثق. أيوة، ولكن هذا الحدث الذي تتحدث عنه بأنه يعني بادرة وغيرها، كنا نتحدث بأن هذه الاتفاقيات كانت كثيرة في الحياة السودانية ودارت مجموعة من الاتفاقيات، كيف يمكن أن يكون هذا الاتفاق مستمر؟ لأن كثير من الاتفاقيات لم يكن مشكلتنا يوما في الاتفاق، وكانت المشكلات دائما في إنفاذ هذه الاتفاقيات. نعم صحيح، على صعيد النظر أنا تحدثت عن أن الاتفاق تضمن بنود، هذه البنود تختلف عن السياق والاتفاقات التي سبقت، لكن المحك الأساسي والتحدي الذي واجه قوى الثورة أيا كانت، أنا في تقديري أنه هو كيف يمكن أن تحيل المجموعة التي وقعت على هذا الاتفاق نحو من 50 تنظيم سياسي أو مدني أو مهني، هي أمام اختبار كبير جدا في كيف يمكن تحويل هذه النصوص على أرض الواقع، كيف تكون لها سوق وأقدام تمشي بها بين الناس، كيف يكون لها أجنحة تحلق بها في فضاء الوطن الواسع العريض. أنا في تقديري تجربة توقيع الوثيقة الدستورية في 17 من أغسطس في العام 2019 منيت بكثير من الفشل، وهذا الفشل أيضا يعود بالدرجة الأولى إلى أنه فشل في التطبيق والممارسة. هذا الإعلان الإطاري أو الاتفاق الإطاري يتقدم بفراسخ ضوئية على ما تم إقراره في 19 من أبريل في العام 2019، من حيث الصيغة، من حيث المحتوى، من حيث تلبيته أيضا لشعارات أطلقت في الشارع ترفض صيغة الشراكة مع العسكريين، ترفض وتطالب بحكومة وسلطة مدنية كاملة. أعتقد أنه الاتفاق الإطاري لبى هذه الأشياء على صعيد النظر، وبالتالي التحدي الكبير أمام الساسة هو كيف يمكن صيانة هذا الاتفاق وعدم التفريط به، وبالتالي يصبح هو واقع يعيشه الجميع. هذا يمكن أن يخلق معادلة جديدة في المستقبل، وبالتالي يكون السودانيون أيضا والعبقرية السودانية تفتقت عن صيغة جديدة لكيفية إنهاء الانقلابات العسكرية حتى بدون استخدام أدوات العنف. يعني الانقلابات العسكرية لا يمكن إنهاء إلا بدورة عنفية أخرى. يعني عندما حدث الانقلاب في 25 مايو في العام 69، أتى الانقلاب في 19 يوليو لكي ينهي انقلاب. الانقلابات دائما تنهيها انقلابات، لأول مرة بحصار الجماهير والشارع
وصمود وبسالة لجان المقاومة والشباب في الشوارع، أنا أعتقد تم هزيمة الانقلاب. يعني انقلاب 25 من أكتوبر مني بالهزيمة والهزيمة النفسية، لذلك استسلم الجنرالات لصيغة جديدة. ولولا وجود هذه المواكب والتظاهرات المستمرة لما كان بإمكان السياسيين توقيع هذا الاتفاق. الفضل أولا وأخيرا يعود لأرواح هؤلاء الشباب التي قدموها. سنتحدث عن هؤلاء الشباب، عن أشواق هؤلاء الشباب، ويمكن أن يلبي هذا الاتفاق لهم في زوايا مختلفة، ولكن عندما لا بد أن نتحدث عن هذه النصوص التي أتت من خلال هذا الاتفاق، وهي قد أتت من وثيقة لجان أو لجنة المحامين. شرعية هذه الوثيقة هو السؤال القانوني المطروح الآن. طيب، المسألة بتاعت الشرعية عادة في الدساتير بتجي دائما في الدساتير الدائمة. الدستور الدائم هو عادة عنده طريقتين لصناعته، اللي هي الدساتير الدائمة قلت عنده طريقتين لصناعته، واحدة منها المسألة بتاعة المؤتمر الدستوري. والمؤتمر الدستوري دائما بيكون عبر إجراءات بتقوم بها حكومة مدنية انتقالية جات بعد ثورة أو انتفاضة شعبية أسقطت نظام ديكتاتوري شمولي موجود، رتبت لوضع سياسي محدد لإنجاز مهام محددة من ضمنها المسألة بتاعت الشرعية الدستورية أو ما يسمى بالدستور الدائم. فلذلك واحدة من الحاجات اللي بتقوم بها الحكومة المدنية اللي هو تكوين مفوضية بتاع الدستور، مهمة هذه المفوضية هي إعداد دستور دائم عبر إجراءات محددة. وهذه المفوضية يكون لها قانون لتكوين وإنشاء وتحديد مهامة، وأيضا إنشاء قانون دستوري، قانون مؤتمر دستوري. قانون المؤتمر الدستوري ده بعد ما يتم تكوين المفوضية الدستور ووضع القانون بتاع المؤتمر الدستوري، من الذي يكون هذه المفوضية؟ السلطة المدنية ممثلة على حسب ما جاء في الدستور المقترح بتاع المحامين، ممثلة في رئيس الوزراء. وبعد تكوين الحكومة المدنية وتعيين رئيس الوزراء ابتداء بيشرع في تكوين المفوضيات اللي هي من ضمنها مفوضية الدستور. سنتحدث عن الدستور، ولكن هو السؤال الأول في الحديث عن هذه الوثيقة التي بموجبها أتت هذه النصوص التي تكون المفوضية وتكون ويخرج عنها الدستور وغيرها. حديثنا هو عن هذه الوثيقة التي قرأت اليوم وهذه النصوص. كثير من الناس يتحدثون عن أن هذه الوثيقة، أو بعض الحديث الدائر في الوسائط الإعلامية بأن هذه الوثيقة قد أدت معلبة، وحتى تكون قد اطلعت على حديث الأستاذ يحيى حسين بأنه واحد من هذه اللجنة ولم يطلع على هذه النصوص، ولكن يراها الآن متداولة وأنها لم تأتي من لجنة المحامين. وبالتأكيد هذا حديث يعني إذا كان صحيحا فهو مشكلة بالنسبة للمشاهد، لابد أن يوضح في حديث أن هذه النصوص كيف أتت، هل أتت من خارج السودان فعلا، هل الحديث عن هذه النصوص أتت معلبة هو حقيقة، وأنت واحد من هذه اللجنة. طيب، ممتاز. أنا ما بديت حديثي إنت سألتيني حول المسألة بتاعت الشريعة حق الدستور، قلت لك الوثيقة أول أي الوثيقة، قلت لك الدستور عادة شرعيته بتكون في الدستور الدائم، وريتك أنه عنده طريقتين لصناعته، اللي هي المسألة بتاعت المشورة الشعبية والاستفتاء حول اللي هو عبر مفوضية الدستور، زائد المسألة بتاعت الجمعية التأسيسية أو المجلس التشريعي اللي بيكون منتخب من الشعب. دي إجراءات الدستور الدائم. أما ما يتعلق بدستورنا موضوع نقاشنا الذي بموجبه تم توقيع الاتفاق الآن ممثلا في القوى المدنية، ممثلا القوى الثورة زائد المجلس العسكري، هو الشرعية بتاعته في الناو هو كان مجرد مشروع واقتراح ومبادرة من لجنة تسيير نقابة المحامين من منطلق دورنا الوطني تجاه القضايا الوطنية الظلت ملحة في ظل أزمة سياسية عجزت كل القوى السياسية من إنه يا أخي تطلع بمشروع ممكن أن يوحد الشعب السوداني، ومن ثم تحقيق مطالب شعبه التي انطلقت من ثورة كانت منها زي ما ذكرت قبل عرق ودم في ظل الأزمة السياسية واحتقان السياسي والوضع السياسي الراهن. قامت هذه اللجنة بطرح هذا المشروع عبر ورشة زي تكوين لجنة
تناولت فيه القضايا التي من أجلها قامت الثورة وقدم الشباب أرواحهم لتلك المطالب ساقط في شكل دستور طرحته للقوة السياسية، وكان بمثابة إلقاء حجر في البركة الساكنة لتحريك ما ظل هو واقف لفترة من الزمن، وظل انقلاب عاجز عن تكوين أي سلطة يواجه به المد الثوري المتحرك في الشارع، والتحاما لجماهير الشعب السوداني ممثلا في قواه السياسية زي لجان المقاومة عبر المظاهرات المستمرة في الشارع، تم ترجمة ذلك الفعل الثوري في اتفاق سياسي تمخض منه الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم. فلذلك مشروع الوثيقة خرج مشروعة من لجنة المحامين. نعم. كيف تفسر حديث أستاذ يحيى حسين بأن هذه الوثيقة لم تخرج من اللجنة؟ وبدءا هل أستاذ يحيى حسين هو ضمن لجنة المحامين؟ طيب، الأستاذ يحيى الحسين كان هو عضو في لجنة تسيير نقابة المحامين، وتعلمين الظروف التي قادت لإنقلاب 25 أكتوبر، هنالك قوة كانت في الحرية والتغيير من ضمنها يحيى الحسين الذي بدوره في الحرية والتغيير سابقا أصبح عضو في لجنة تسيير نقابة المحامين. ما قبل 25 أكتوبر الحرية والتغيير نفسها اللي كانت ممثلة للثورة التي وقعت على الاتفاق السياسي ما بين المجلس العسكري الذي بموجبه تمت صياغة الوثيقة الدستورية 19 أسست للحكم الانتقالي المنقلب عليه في 25 أكتوبر، انشقت هذه القوة، أصبحت هنالك قوة داعمة للتحول المدني الديمقراطي، وقوة أو ما يسمى باعتصام الموز التي ظلت تنادي ما بنرجع إلا البيان يطلع والكل يعلم بها. هو الآن خارج اللجنة، يبقى يعني هو من تلك الظروف والأوضاع بقى خارج اللجنة بتاعة نقابة المحامين الموجودة التي طرحت مشروع هذا الدستور. فوق لهذا كله، اللجنة نفسها ليس هي من قامت بصياغة وصناعة هذه الدستور، بل لجنة نقابة المحامين دعت لورشة شكلت سكرتارية لإدارة هذه الورشة. بعد الانتهاء من الورشة وإفراق توصيات ما جاء في الورشة في شكل توصيات، شكلت لجنة لصناعة وصياغة هذه الدستور. يعني نقابة المحامين كلجنة لم تكن هي جزء من اللجنة التي قامت بصناعة هذا الدستور الذي نتحدث فيه في هذه الحلقة. من أين أتت اللجنة التي صاغت الدستور إذن؟ قامت اللجنة التي قامت بصناعة هذا، تم تشكيلها بواسطة اللجنة نقابة المحامين. فلذلك كان هذا المشروع تم طرحه، شرعيته بيأخذها بعد ما يحقق توافقه السياسي ويتم التوقيع عليه بصورة نهائية بحكم سلطة الأمر الواقع مجلس العسكري الآن الموجود زائد القوة السياسية، بعد ما يرجع ويأخذ المسائل المختلف عليها ويتم صياغته بصورة نهائية، يتم التوقيع عليه في إعلان سياسي من القوة الممثلة للثورة مع المجلس العسكري وحكم الأمر الواقع، ومن ثم يصبح دستور نافذ حاكم للفترة الانتقالية. هو الحديث عن هذا الدستور يمكن يطول ويحتاج لمساحات مختلفة، بالتأكيد سنتحدث عنها في أيام قادمات وفي مسيرة هذه الحياة السياسية السودانية التي دائما نراها في تعقدات دائمة. ولكن هذا الاتفاق أستاذ الجميل اليوم الذي نتحدث عنه بهذه النصوص، بالتأكيد هو السؤال، يعني مجموعة من المعارضين وبعض السند الدولي لهذا الاتفاق، ولكن كيف ترى إمكانية صمود هذا الاتفاق؟ نعم، أنا لو أذنت لي أيضا يعني لدي تعليق في مسألة الشرعية ومفهوم الشرعية. تفضل. يعني فيما يتعلق بالشرعية في ظل مناخ الثورات، يعني عندما يحدث الحديث عن أي شرعية، الشرعية هي تستمد في العادة عندما تثور الشعوب تستلهم الجهات السياسية والتشريعية والقانونية أن تصب كافة الأهداف الثورية في قالب قانوني. القانون هذا في أفضل حالاته إنه بيستمد قوته من الشارع الثوري، وهو يعبر يعني جهة الطاقة عن المعاني التي خرج الناس من أجل بلوغها، وبالتالي شرعية في ظل مناخ الثورة
هي ليست الشرعية النظرية التي يتم التحدث عنها أنت بجمعية تأسيسية أو عبر مؤتمر دستوري. في ظروف طبيعية يمكن أن نتحدث عن هذه الإجراءات، لكن أنا في تقديري في مناخ الثورات عادة هذه الوثيقة عندما قدمت فقط المعيار الوحيد الفيصل فيها هل هي عبرت أو ترجمت رقبات هذا الشارع، هل استطاعت أن تستلهم روح هذا الحراك الثوري وتفرقه في قالب قانوني؟ لو أنها لم تفعل هذا هل استطاعت؟ أنا في تقديري، المجهود الكبير اللي بذل في صياغة دستور مشروع الدستور الانتقالي لامس إلى درجة كبيرة كافة التطلعات الكلية للثورة السودانية، وأنا أعتقد أنه خطوة متقدمة على الوثيقة الدستورية في العام في 17 أغسطس 2019. والآن خرج الإعلان السياسي وجاء الاتفاق الإطاري، أنا أعتقد أن كل هذه اللبنات تشكل حركة متقدمة جدا على المرحلة الأولى في التأسيس في العام 2019. وبالتالي أنا أثمن الجهد القانوني الذي بذل. السودانيون بطبعهم دائما يعانون من عقدة تاريخية تجاه الأجنبي، ويعتقدون أن أفضل الأشياء لا يمكن أن ينتجها العقل السوداني، لا بد أن تكون وافدة من آخر أو من خارج أو من هكذا. أيضا المناخ هو مناخ مسمم لدرجة بعيدة يقوم تسود فيه روح التخوين دائما والتشكيك، والأجندة السياسية أيضا تدخل لمحاولة شيطنة كافة الجهات، وهذا كله في إطار المعركة بين قوى الثورة والثورة المضادة. يعني قوى الثورة المضادة الآن شنت حملة شعواء على لجنة تسيير نقابة المحامين بقرض هزيمة مشروع الدستور، لأن مشروع الدستور في النهاية هو يشكل حالة إجهاض لانقلاب 25 أكتوبر. عولت الحركة الإسلامية وعول الإسلاميون وعولت عناصر النظام القديم وما يعرف بالتيار الإسلامي العريض وكافة الجهات على أن الفرصة قد أتت بانقلاب 25 أكتوبر، وبالتالي لا بد من قطع الطريق أمام أي محاولة لاستعادة التشريعات والقوانين إلى أهداف الثورة السودانية. أنا أعتقد أن حتى حل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين يندرج في ذات السياق، يعني هي محاولة لتسديد ضربة لهذه الوثيقة. لكن في العموم أنا في تقديري حتى الوثائق لو أنها أنتجها فرد، هي القضية ليست في أن من الذي أنتج الوثيقة، لو أن هذه الوثيقة حقيقة عبرت عن رغبة المجموعة الشعبي الكبير حتى لو أنتجها فرد يمكن أن يتبناها المجموع، وبالتالي هي لم تعد الوثيقة نفسها وثيقة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. بتقبل القوى السياسية لها، بتقبل المجتمع المدني، قوى المجتمع المدني لها، بتقبل المجتمع القوى المهنية التي وقعت، وبالتأكيد لن نستطيع حوالي 50 جهة الآن الإجماع أستاذ الجميل، وهذا كان السؤال. لا بد أن أقول هذا الكلام، أكثر من 50 جهة هي وقعت الآن على هذا المشروع، وهذا الاتفاق الإطاري هو مرحلة لإجازة أو الاتفاق على الأساس. الركيزة الأساسية هي هذه الوثيقة الدستورية. لو أن كل هذه الجهات أجمعت على هذا الشيء أنا أعتقد أنها لم تعد ملك للجنة التسييرية لنقابة المحامين. أي حديث عن العودة إلى المنشأ الأول في هذه القضية غير صحيح. يعني عندما نتحدث عن نظريات سادت في الدنيا، تتحدث عن النظرية الماركسية أنتجها فرد، لكنها أين امتدت إلى أطراف كثيرة وأصبحت تعبر عن مشاريع وقامت دول على أساسها وهكذا. القضية مش الكم، النظريات الفكرية تكون مقايسة في هذا الموضوع، أنا الاتجاه. لكن يعني الأستاذ الرشيد ذهب في الإجابة في إطار القضايا الإجرائية دي، لكن أنا في تقديري بتكلم في الأفق السياسي العام. تفسير هذه القضايا بهذه الكيفية أنا أعتقد أنه غير صحيح على الإطلاق. يعني الثورات عادة الحالة التراكمية عندما تأتي للفعل أنت تنتقل من الحساب الكمي والرقمي، أنت تنتقل إلى من علم الحساب إلى علم الكيمياء. يعني لو أن التفاعل بين القضايا والتجاوب الشعبي معها أوسع
هذا دخلنا في منطقة أخرى ليست لها علاقة بالأرقام، ومن الذي أنتجها وكم الذين أنتجوها. أنا أعتقد أن من يفعل هذا يريد أن يصرف الأنظار عن قيمة هذه الوثيقة، وهذا السؤال يجب أن لا ننجر في الإجابات إلى هذا الاتجاه الآخر. وهذا السؤال يعني للأستاذ الجميل، يعني أنت علقت على حديث عن الشرعية، وكان سؤالي في الجانب الآخر، فإنه كيف ترى رؤية المعارضين لهذه الوثيقة، وهل يمكن أن يصمد هذا الاتفاق في ظل هؤلاء المعارضين في الشارع؟ نعم، أي اتجاه أو طرف تتضرر مصالحه من هذا الطرف من هذا الاتفاق، أنا في تقدير الوضع الطبيعي أن يناهض هذا الاتفاق. القضية هذه تحكمها تناقضات في المصالح، يعني هناك أشخاص وجهات ومنظومات كانت ترضع من أسداء النظام القديم، كانت تتعايش عليه، كانت هي في دائرة الضوء، الآن انحسرت عنها الأضواء، فقدت الجاه، فقدت السلطان، فقدت الأموال. أنا في تقديري أن هذه الجهات وضعها الطبيعي أن تناهض أي اتجاه. هناك ملاحظة أيضا من القوى التي كانت في البداية هي قوى الثورة، إذا تحدثنا على مستوى الحزب الشيوعي أو حزب البعث وغيرها، هي ترى هذا الاتفاق نوع من الهبوط الناعم وهي ترفضه أيضا. فكل التفسير لا يمكن أن يكون في إطار المصالح. حتى الظاهرتين يفسران بطريقتين مختلفتين. أنا بتقديري أولا نقطة البداية في الدائرة ونقطة نهاية الدائرة هم أقرب نقطتين لبعض، رغم أنهما أبعد نقطتين عن بعضهم البعض. يعني عندما تجد أقصى اليمين وأقصى اليسار تقاربت بهم الأشياء وفق هذا المنطق الدائري، الأغراض تختلف، الأهداف تختلف. بالنسبة للمركز مركز الموحد للتغيير الجذري له أهداف تختلف عن مجموعة نداء أهل السودان مثلا، أو هذا ما يسمى بالتيار الإسلامي العريض، أو مجموع المجامع التي تخرج الآن في تظاهرات الكرامة 1 و2 و3 و4. يعني حتى يعني من سخرية الغدر أن يخرج حزب المؤتمر الوطني في موقعه الإلكتروني ويتحدث عن دعوة للجان المقاومة والحزب الشيوعي السوداني لكي يتوحدوا في حراك مناهض لهذا الاتفاق. هذا كله بيطالبوا بدم الشهداء، حق دم الشهداء. الدعوة طلعت من المؤتمر الوطني في موقعه الرسمي موجه خطابه ده للحزب الشيوعي ذات لجان المقاومة، يعني لقطع الطريق للعمل اللي ماشي اللي بموجبه تم توقيع الاتفاق ده. يعني واحدة من حاجات نشوفي زي ما ذكر أستاذنا من سخرية الغدر أن يتحدث المؤتمر الوطني عن دم الشهداء. هو الحديث عن العدالة بالتأكيد هو العدالة الانتقالية، وحديث عن العدالة الكاملة هو أتت به هذه النصوص، ولكن بالتأكيد سنبقى في متابعة دائمة لإنفاذ هذه الاتفاقيات على الأرض، ويستمر هذا المد الإعلامي بالتأكيد في حقوق السودانيين وأشواقهم التي يتطلعون إليها من خلال هذا الاتفاق، وكيف يمكن أن تكون هذه البنود موجودة على الأرض، وكيف يمكن أن يلبي كل ما تأتي به هذه البنود أو غيرها في حديث عن اتفاق إطار قد يكون مفتوحا، كيف يمكن أن يجمع يعني طيف واسع من القوى السياسية السودانية. وبالتأكيد لنا لقاءات قادمة في هذا الجانب. شكرا جزيلا الأستاذ الرشيد السراج من لجنة المحاميين لصياغة الدستور، شكرا جزيلا أستاذ الجميل الفاضل. الزمن فقط لا جزية يعني صغيرة عن التغيير الجذري. يعني أنا عندما تحدثت توقفت في نقطة ما، أنا أعتقد أن وجود هذه القوى التي تذهب في اتجاه البحث عن التغيير الجذري، سواء كان هي الحزب الشيوعي أو لجان المقاومة أو تجمع المهنيين أو حتى حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، هذه المجموعة أنا في تقديري أنه لا يوجد تناقض جوهري في الفكرة الأساسية، كيفية الوصول إلى الغاية. الوسائل تختلف، ربما هذه التقديرات، هذا الاختلاف في التقديرات لا يعني اختلاف في الأهداف. أنا وجود هذا الشارع وجذوة الثورة السودانية متقدة والجمرة المقدسة حية، أنا أعتقد أنه في صالح مشروع إنجاح أهداف الثورة. يجب أن لا يتوقف الشارع على الإطلاق، يجب أن يعبر وينادي بأهدافه، يجب أن يصبح رقيب حتى للحكومة الانتقالية التي ستدير المرحلة القادمة، يجب أن يحاسب هذه القوى التي أبرمت هذا الاتفاق على نصوص هذا الاتفاق ومدى الالتزام به، ويصبح هذا برلمان الشارع ضروري أن يوجد هذا.
وكل هذا ما نتحدث عنه في بداية حديثنا بأن بالتأكيد لهذا الاتفاق ما بعده، وسنبقى بالتأكيد في متابعة لكل ذلك. شكرا جزيلا أستاذنا الجميل الفاضل في الحديث عن تحليل سياسي للاتفاق اليوم، وكانت هذه هي تغطية خاصة ابتدرتها الشروق منذ شروق الوطن اليوم في بداية للحديث عن أشواق هذا الشعب، ونخلنا مباشرة توقيع هذا الاتفاق، وكان حديث أيضا في تحليل لوضع هذه الوثيقة وكيف يمكن أن نرى هذه النصوص على الأرض وإنفاذ هذه الاتفاقيات. وتحدثنا في أن هنالك متابعة بالتأكيد لكل ما يدور في الحياة السياسية من خلال قناة الشروق. هذه تحياتي وفريق العمل، في أمان الله. مرحبتين بلدنا حبابة، حباب النيل حباب الغابة، مرحبتين بلدنا حبابة، حباب النيل حباب الغابة.